الوسائل الحركية للباراسايت. هذا الأسبوع راح ناخذ الفلاجيليتس. الفلاجيليتس طبعا راح تنقسم إلى قسمين، اللي هي اللي تكون يعني حسب مكان الإصابة مالتها، اللي تكون بالجنتال أورغانز أو تكون تذهب بالبلاد أو التشو. راح ناخذ اللي على الدايجستيف تراكت، اللي هي الجياردية لامبلا والترايكوموناس فاجينالس. والاسبوع اللي بعده راح ناخذ اللي تكون بالبلاد او التشو، اللي هي الليشمانيا والتريبانوسوما. فاحنا هذا الاسبوع مختبرنا راح يكون الجياردية والترايكوموناس، وضفت لكم وياها السيلييت، لانه السيلييت احنا انطيناكم عليها جيناس واحد، فمو مال نخليه مختبر كامل، لانه الليشمانيا والتريبانوسوما راح يكون عليها مختبر كامل. زين، طبعا نفس الاشياء اللي قلت لكم تركزون عليها، انه نركز على الاسم العلمي وواتس كوزز. من اقول لكم كل طفيلي من اجيب لكم اياه واقول لكم واتس كوزز، هاي كلش مهمه. زين، اكو تفاصيل يعني لا تركزون عليها، اللي هي قلت لكم الحجم والهاي كلها نعوفها، بس عندنا فصفات مميزه تميز لكل ستيج بالنسبه للباراسايت. فالجياردية لامبلا طبعا هي من الطفيليات هم اللي تكون يعني شائعة هنا، حتى احنا هنا هواية تصير اصابات، شلون الانتمي بهستولوتيكا، وهم يعني راح يبدي هسه الموسم مالتها، يعني من نار فات شهر شهرين تبدي تطلع عندنا اصابات، وبشهر التاسع هم يعني تكثر هاي الاصابات. قلت لكم اني احنا بصورة عامة البروتوزوا بيها تو ستيج، اللي هو التروفوزويد والسيست. زين، هنا التروفوزويد للجياردية لامبلا هم يعني شلون راح اقدر اميزه؟ من هنا قلنا لكم احنا الفلاجيليت من اسمها يعني هي حاويه على اصوات، اللي هي تكون وسيله الحركه مالتها. طبعا التقاسيم مال الاصوات هاي ما مطلوبه من عندكم، يعني مثلا عدد الاصوات هاي ما مطلوبه من عندكم، بس مثلا شلون تميزوا للتروف مالت الجياردية لامبلا؟ طبعا شكلها يكون مثل التنس، شكلها شلون الركت هذا مال التنس. زين، تكون حاويه على الفلاجيليت، عندها السوكينج ديسك. هذا السوكينج ديسك شو يساعدها؟ يساعدها على الاتاتشمنت وين؟ بالانتستينال، اللي هي لانه قلت لكم احنا هاي الطفيليات ايضا من ضمن الباراسايت اللي تصيب لنا الدايجستيف تراكت، وطبعا تكثر بالاطفال. زين، تكون حاوية على زوجين من الأصوات، تكون بالمقدمة مالتها. زين، والزوج الثاني يكون وسطي، والزوج الأخير يكون نهائي بالنهاية. زين، بس بيها فد حركة أو فد صفة مميزة أثناء الدايجنوستيك، اللي هي شنية؟ تكون الحركة مالتها، أنا ليش قلت لكم الباراسايت دائما من نريد نسوي الدايجنوستيك ما نثبت، لأنه إحنا مرات أكو يعني صفة حركية للطفيل هي اللي تساعدنا على التشخيص مالته. التروفوزويد أثناء الدايجنوستيك أو المايكرو اكزامينج دايجنوستيك أو اكزامينيشن، اللي هو بالويتنج سمير، راح أشوف الفيلينج ليف، الحركة مالتها تشبه حركة الورقة، ما كل ورقة مال الشجرة من تنزل تتحرك حركة تموجية، يعني شلون اللي مثلا بالمسبح واحد من يسبح يطلع ويرد يطب، يطلع ويرد يطب، عندها فد ميزة انه الحركة مالتها اثناء السمير، من اسوي السمير عندها هاي الصفة، ما الحركة مميزة بالنسبة للتروفوزويد. زين، اذا هنا الحركة مالت الطفيلي هي الصفة المميزة او التشخيصية خلال المايكرو اكزامينج سمير او بريبريشن، من اسوي الباراسايت سمير بريبريشن. تمام، زين، ايش راح يكون؟ طبعا انتوا بما انه الاحد والثنين عطله، فجمع الجروبات انتوا اصلا الهوايه هم الاحد والثنين، فاذا تريدون ترسمون هسه راح اشر لكم على الفيجرات المهمه ترسموها، واذا ما ترسموها هالاسبوع راح تكون الرسم مالتها ويا الاسبوع اللي ورا، يعني ويا الاسبوع اللي بعده، ويا الليشمانيا والتريبانوسوما. راح نشيك الدفتر، ومع هذا احنا هم الاسبوع اللي بعده هم راح اعرض لكم السلايدات مالتهم، فقط السلايدات. زين،
المطلوب من عندكم الرسم تروفوزويد ايضا مال الجياردية لامبلا، دا شوف شكلها. طبعا احنا نعطيهم فد شكل مرات على المود يبقى ببال الطالب، نقول لهم شكلها التروفوزويد يشبه وجه البومة هيجي، لانه حاوي على توني وكلاي، فصير على يعني على الجانبين مالته، فالشكل مالته هسه اذا دا تشوفوه يشبه وجه البومة، يعني هاي فالصفة مميزة على مود حتى من يجيكم بالامتحان تميزوه زين. فالمطلوب من عندكم الرسم مالت التروفوزويد، اي شكل من هذه الاشكال هو يعني مقبول من عندكم، يعني تترسموا لي شكل واحد ما ترسموا لي اياهن ثلاثتهن زين، اي واحد من هذين الاشكال ها هي مطلوب تعرف تميزه خلاص زين. فالمطلوب من عندكم انه تميزون التروفوزويد للجياردية لامبلا زين. زين، بما انه احنا قلنا عندنا بيها السيست ايضا اللي هو هنا أنا راح يكون منه، قلت لكم اخذوها في قاعدة انه كله البروتوزوا اغلب الانفكتد ستيج مالته هو السيست زين، دائما هو الطور المتكيس اللي يقدر يطلع للبيئة الخارجية ويقاوم الظروف البيئة الخارجية ويرجع يسوي لي الإصابة. إذا السيست هنا أنا شلون راح أميزه؟ طبعا الشكل مالته أيضا راح يكون أوفويد شيب، شكله يعني تقريبا بيضاوي مو كروي، هنا أنا يحتوي على زوجين من النيوكلاي، يعني بكل قسم حاوي على تو نيوكلاي زين؟ مجموعهم هم زوجين two pairs of nuclei، او انت على مود تبقى ببالك انه بكل كل نص يعني كل قسم حاوي على two nuclei. اذا هاي من الصفات المهمة للسيست اوف جياردية لامبلا، شكله يكون بيضاوي زين اوفويد شيب ويكون حاوي على two pairs of nuclei زين. المطلوب ايضا من عندكم ايش راح يكون الرسم مال السيست اوف الجياردية لامبلا، يعني ترسموا لي مثلا شكل واحد، هذا ما ارسم هذا التيبيكال هو وتأشيرة، احنا راح نجيب لكم اذا اجيب لكم فيجر اجيب لكم يعني صور يعني شكل مال سمير زين. من اشوف شكلها بيضاوي مو مثل السيست مال انتاميبا هيستولوتيكا، او هسه نشوف غيرها تكون دائري، شكلها بيضاوي اذا تشوفوا شلون مبين شكلها بيضاوي، إذن هذا السيست اوف الانتاميب الجياردية لامبلا زين. اللايف سايكل مالتها التفاصيل قلت لكم مالتها احنا ما مطلوبة من عندكم تحفظوها، مطلوب من عندكم مطلوب من عندكم انه تحفظون الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج. الانفكتيف ستيج هنا أنا من هو قلت لكم راح يكون السيست، يعني هذا صار مثل من مثل الانتاميبا هيستولوتيكا على مود يبقى ببالكم زين. الطور مال الانفكتيد ستيج هو السيست. السيست طبعا احنا هم من منين يجينا، هم من يجينا الكونتامينيت اوف ووتر فود، يعني على مود تبقى ببالكم احنا ليش دائما ناكد على الخسل مال الخضروات واحنا حتى هنا يعني بصورة عامة بالعراق ناكل خضورات، خضورات هاي الخضورات الرشاد والريحان وهاي هاي دائما يأكدون على الغسل مالتها. ليش؟ انتو تعرفون هنا اغلب الفلاحين يستخدمون الكيميائي هذا العضوي، يعني اللي ياخذوه هيك يعني مال مجاري وهاي الاشياء زين، فدائما هي من هنا تصير الاصابات زين. يعني دائما الخضر احنا نأكد حتى على غسل مالتها انه لازم تنغسل بشكل جيد، لانه هي الاصابات احنا مال اغلب الباراسايت اللي تصير بالدايجستيف عن طريق الكونتامينيت مال الفود او الووتر زين. من هو الدايجنوستيك ستيج هنا انا راح يكون عندي ايضا راح يكون عندي التروفوزويد والسيست، يعني هذا مثل من مثل الانتاميبا هيستولوتيكا على مود تبقى ببالكم. إذا الجياردية لامبلا الانفكتيف ستيج مالتها هو السيست، والدايجنوستيك ستيج مالتها هو التروفوزويد والسيست تمام. غير هذه التفاصيل لا تركزون عليها، ما راح اجيب لكم لا شرح مال دورة حياة ولا رسم، انا راح اجيب لكم الفيجر واقول لكم انتم تشخصون.
او شلون شخصت، زين شنو هي الصفه المميزه، زين هاو كان ريكوجنايز، شنو هي الصفه المميزه اللي ميزتها بهذا الفيجر وقلت لي انه هاي تابعه لهذا الباراسايت. هاي الاشياء اللي تركزون عليها. زين راح نجي من بعد عندنا اللايبرتوري دايجنوستيك. احنا اللايبرتوري دايجنوستيك قلت لكم احنا نشخص بمختلف التقنيات الحديثه نقدر نشخص كل المايكرو اورجانيزم. هنا انا ايش راح تجيني العينه مالتي؟ راح تكون ستول. زين فمن عندي ستول انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي طبعا هم السمير مالت الويت بريبريشن اكزامينيشن اندر مايكروسكوب. الصفه المميزه اذا شفت التروفوزويد راح اقدر اميزها من خلال الحركه قلت لكم مالت الطفيلي وشكله. زين اذا شفت السيست ايضا راح اقدر اميزه من خلال شكله البيضوي وعدد الانويه اللي بدات. عدد الانويه ما تقدرون يعني حتى احنا من هسه اذا تجيني عينه ما اقدر 100% اعد الانويه مالتها. زين بس الصفه المميزه انه يكون شكله يعني اوفويد كلش مبين السيست مال الجياردي الامبلا. زين وطبعا احنا هم من نريد نحضر السمير مالتنا راح نستخدم الايودين او يعني اي ستين اني ثينك ستين على مود توضح لنا الشيب مالت الطفيلي. زين نجي للجينس الثاني اللي هو من ايضا الاجناس المهمه. زين اللي هو الترايكوموناس فيجيناليس. من اسمها ترايكوموناس فيجيناليس يعني هذا يكون موجود باليورينري تراكت. زين يعني هذا مو العينه مالتي راح تكون ستول، راح العينه مالتي تكون يورين. شو يسبب لي؟ يسبب لي هم من باعوا ماخوذ هذا من اسم الباراسايت نفسه نسميه الترايكو مونيسز. زين او الترايكو مونيس فيجيناليس. هذا الطفيلي يبيه صفه مميزه انه ما يكون حاوي على سيست. هذا دورة الحياة مالته تكون فقط أو حاوي على ستيج واحد اللي هو فقط التروفوزويد، يكون حاوي فقط على التروفوزويد. زين هذا الطور التروفوزويد شو يكون؟ طبعا يكون حاوي على نيوكلاس ون نيوكلاس وحدة. زين تكون النيوكلاس هنا وحدة شكله بصورة عام هو التروفوزويد يكون شكله بير شيبس يعني يشبه شكل العرموطة أو الكمثري أو ما أدري شو يسموها أو يكون شكلها أوفويد. زين يعني شكلها يكون شكل شلون نسميه المخروطي. زين هاي السايز ما مطلوب من عندكم تحفظوها. بعد شنو راح نقدر هنا نميز؟ راح نقدر نميز هنا الفلاجيليت مالتها هنا تكون حاوية على يعني خمس أصوات مو زوج، هنا خمس أصوات، أربعة من عندهم تكون بالبداية الأمامية انترال وواحد من عندهم راح يمتد للجهة الخلفية يتدلل للجهة الخلفية من الباراسايت. زين الحركة مالتها هنا شلون راح تكون؟ نسميها بالرابط جاركي او شلون الحركة مالتها شلون نسميها؟ لولبية. زين تفتر حركة شلون البسمار او البرغي من تفره تفتر حركة دائرية، يعني هاي ايضا من الصفات المميزة للطفيلي للترايكوموناس فاجيناليس انه اثناء الاكزامينيشن المايكروسكوبينج اكزامينيشن من اسوي الويت بريبريشن. زين راح اشوف الحركه مالتها، طبعا انا هاي شايفتها. زين نشوف الحركه مالتها تكون حركه شلون لولبيه، شلون الدوامه من تفتر، هاي الدوامه مال الاعصار تفتر تظل تفتر تفتر وتتحرك، يعني مرات حتى من تريد تحرك الفيلد مات المجهر ما تلحق عليها منين تروح. زين اذا هاي ايضا من الصفات
المهمة لهذا الطفيلي. وأيضا من الصفات المهمة أنه حاوي على ستيج ون ستيج اللي هو التروفوزويد، تمام؟ زين. المطلوب من عندكم أيضا هنا الرسم راح يكون هو فقط التروفوزويد ستيج. ده تشوفون شكلها شلون مبين، طبعا هو هذا شكلها يطلع اندر مايكروسكوب هنا. زين، راح اشوف. احنا قلنا هنا حاوي على نيوكلاي وحده، زين، وين النيوكلاس تاخذ تقريبا فد حجم من الامام مالته بحيث راسا تبين، زين، تكون تقريبا بالوسط. والفلاجيليت مالتها لانه هي تتحرك فما نقدر نعدها، بس هي يعني كتيبيكال هي انه حاوي على 5 اصوات. المطلوب من عندكم هسه ايش راح يصير؟ صار بالاضافه للرسم مال التروفوزويد والسيست مال الجيارديا الامبلا، مطلوب من عندكم الرسم مال الترايكوموناس فاجينالس فقط التروفوزويد. ليش؟ لانه هي هنا ما عندها سيست، زين، هو كباراسايت ما عنده، ما موجود بيها سيست، فقط تروفوزويد، زين. زين، اللايف سايكل مالتها قلت لكم انا ما اريد الشرح مالتها، بس المود اوف ترانسميشن، بما انه هذا الطفيل ما بي فقط بس التروفوزويد بس ما بي سيس، اذا شلون راح ينتقل من يعني يصير الاصابه؟ طبعا تصير الاصابه دايركتلي فروم بيرسون تو بيرسون، زين، يعني تصير رأسا مباشرة من شخص لشخص، أو مثلا أثناء تحضير اليورين سمير. مرات مثلا ليش أقول لكم واحد لازم يكون يعني بالفحص مالت الباراسايت كلش دقيق وحذر، لأنه أنا كلها دا أفحصها وهي يعني لايف، يعني حية، يعني أنا لا أدا أثبت ولا هاي مو مثل البكتيريا ولا دا أقتل. لذلك تكون التعامل ويا التحضير أو الفحص مالت الباراسايت لازم يكون يعني واحد حذر، زين. اللايف سايكل مالتها هنا ايش راح تكون؟ راح تكون الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج هو نفس التروفوزويد، يعني من اجيب لكم الترايكوموناس فاجيناليس واقول لكم الدايجنوستيك ستيج او الانفكتيف ستيج، راح اثنيناتن تكون هو التروفوزويد. ليش؟ لانه هذا الطفيلي ما بيسست، دورة حياته ما حاوي على السيست، زين. اكو سؤال طلاب؟ اللي عنده سؤال رأسا يسأل. زين، اللايبرتوري دايجنوستيك هنا طبعا عندنا فد صفة ضمن اللايبرتوري دايجنوستيك، أنا قلت لكم إحنا بكليتهن نقدر كل المايكرو أورجانيزم نشخصهم بمختلف الطرق، ار بي سي، انتي جين، انتي بودي، بس هنا عندنا في الطريقة اللي نسميها السيرفيكال سمير. هاي شلون تكون؟ طبعا رأسا ناخذ المسحة، هي طبعا تصير شائعة الإصابة عند الويمن يعني أكثر من المان، الإصابة بالترايكومونس فاجينالس تصير أكثر عند الويمن من المين. هاي ناخذ رأسا مسحة من الفاجينال فور ذا ويمن، زين، فنسميها هاي الطريقة اللي هي الكلاسيكالي، زين، سيرفيكال سمير، زين. هاي الطريقة أيضا مهمة تركزون عليها، يعني بالإضافة للبقية الطرق عندنا كل باراسايت قلت لكم أو كل لايبرتر دايجنوستيك راح نركز على فالطريقة كلاسيكية اللي هي أصلا إحنا معمول بيها هنا، يعني حتى هنا هسه الدكتور اللي تشك إنه الومن عندها ترايكوموناس فاجينالس تستخدم هاي الطريقة، زين. زين، هسه صار معلوم شنو عندكم رسم؟ طلاب اللي يريد يرسم هذني السلايدات يقدر يرسم، خاصة جماعة الأحد والثنين، واللي ما يريد احنا يعني اوريدي الاسبوع اللي بعده راح نعرضهم كليتهم، يعني مال هذا الاسبوع والاسبوع اللي يجي ان شاء الله. واللي ما يريد يعني يريد يقدر هسه يرسمهم يريد اسبوع الاخ، احنا بكل الحالات يعني هالاسبوع ما راح نحاسب على اسبوع الاخ، يعني لازم ادقق الموجودات،
لأنه احتمال الورى راح أجمع الدفاتر أخلي لكم عليه تقييم. زين، قلنا هسه راح نعوف الجزء الفلاجيليت الخاص بالتشو بالبلاد، راح ناخذ السيليات زين على مود نخلص من عندها، لأنه هي فتفشي كلش سهل يعني، وما أريد من عندكم بها تفاصيل هواية. انطيناكم عليها جينس واحد اللي هو البلانتيديوم كولاي، شوفوا هسه صار عندكم كم كولاي. زين، هنا عندنا البلانتيديوم كولاي باعوا هم يعني الاسم مات الديزيز مأخوذ من نفس الجينس بلانتيديوم ياسيز، اسميها البلانتيد ياسيز. زين، هذا طبعا من الباراسايت اللي يكون يعني من الطفيليات، تكون يعني كبيرة الحجم، يعني شكلها كلش يكون كبير وواضح. ايضا هنا شو يكون حاوي على تو ستيج اللي هو التروفوزويد والسيست. زين، الصفة المميزة بهذا الطفيلي او بهذا الباراسايت، طبعا هو ايضا من الطفيليات اللي يصيب لنا الدايجستيف تراكت. زين، ضمن السيليات التروفوزويد مالتها يكون حجمه كلش كبير، بحيث شكله كلش يكون واضح اندر مايكروسكوب، يعني من اجي اشخصه اني من اسوي السمير مالتي من اخذ الاسطول راح اشوف شكله كلش واضح. زين، شو يكون هنا نحاوي على تو نيوكيلاي اللي هي وحده من عندهم، زين تشبه الكدني، زين وحدة من النيوكيلاي، هسه حتى اراويكم اياها بالشكل، تشبه الكدني او تشبه، هسه شوفوها تشبه حبة الفاصولية. زين، نسميها عندنا يعني ماكرو نيوكيلاس ومايكرو نيوكيلاس. الماكرو تكون الكبيرة والمايكرو اللي هي تكون الاصغر. المايكرو تكون عادي يعني صغيرة وتكون سيركل شكلها دائري، بس انا راح اقدر اميز النيوكيلاس اللي تكون حجمها كبير اللي هي الماكرو. زين، إذن هذا الباراسايت أيضا حاوي على تو ستيج اللي هو التروفوزويد والسيست. التروفوزويد هنا يكون حاوي على تو، يعني من الصفات المميزة. زين، الصفات المميزة أنه حاوي على تو نيوكيلاي، النيوكيلاي الماكرو نيوكيلاس اللي تكون شكلها كدني ان شيب، والمايكرو تكون عادي يعني صغيرة سيركل. زين، عندنا بالبداية بفتحة اللي هي هاي يسميها شلون اللي عن طريقها راح يكون دخول الفود أو التغذية مالتها. زين، راح يبدي هنا الباراسايت يتطور، يعني مو مثل الأميبيا حاوية على الفود فاكيولز، لا هنا حاوية على فتحة بالبداية نسميها السايتوستوم. هاي السيتوستوم من خلالها راح يدفع الطفيلي او هذا الستيج الفودز. زين، وراح يدخل الغذاء عن طريق السيتوستوم وتدخل هنا الى الفود فاكيولز، يعني مو تجي مثل الاميبا تحوط، او مثل الفلاجيليت تدفع الاغذية الفودز وتتغذى، لا عن طريق هنا فتحة. وحاوي ايضا على السيتوبيك، هذا من خلالها راح تتخلص من الفضلات. زين، هاي التفاصيل هسه طبعا تاخذوها كليتها بالنظري كلها بتفاصيلها، احنا بالعملي ما اركز لكم عليها، حتى شريتها كليتها من الشرح مالت العملي. واذا ما اخذين انتو الملزمة مالت الكلية قلت لكم اخذوها من المجانية راح تشوفون هاي التفاصيل موجودة، بس احنا بالعملي ما نركز عليها. انا ما مطلوب من عندي بالعملي ان تركزون على هاي الاشياء، أنا المطلوب من عندي بالعملية إنه تعرف شلون الشخص هذا الباراسايت، من تجيني عينة أو من تجيني من يجيني بيشن وعنده فد سمبتومز من أي مرض، أعرف شلون أني أشخص هذا الأورجانيزم. زين، فبالباراسايت أنا أريدكم تميزون إنه شلون أشخص الباراسايت. زين، نجي للسيست مات ستيج. السيست أيضا يكون طبعا شكله أوفال إن شيب. زين، وهنا تكون النيوكيلاي تكون النيوكيلاي هنا مالته الماكرو والمايكرو طبعا وحده، يعني شلون وحده مدموجه ويا الاخ، بس شكلها يكون هم يعني كدني ان شيب، يعني هو الصفه المميزه بالنسبه لاثنيناتهم التروفوزويد والسيس، راح تقولوا لي النيوكيلاي تكون كدني ان شيب. زين، سواء بالتروفوزويد او السيست.
وطبعا السيست انا قلت لكم دائما انه من يتحول الستيج الى سيست راح يحيط نفسه راسا، يسوي له سراوندد اوف ثيك لاير، راح اشوف الطبقه كلش متثخنه تحيط هذا الستيج زين، على مود من ينطرح للبيئه الخارجيه يقدر يقاوم الظروف الخارجيه زين. باعوا هنا نفس الحاله قلت لكم انا ياخذوها فصفه مميزه، على مود تبقى ببالكم انه اغلب البروتوزوا زين الانفكتيف ستيج هو السيست زين، الدايجنوستيك ستيج من هو التروفوزويد والسيست، على ما تبقى ببالكم ما تنسوها. طبعا هم منين راح تجيني هاي الاصابه؟ هم من الفود او الووتر اللي تكون كونتامينيتد with this stage of parasite، وطبعا هم راح يروح يستقر بالانتستينال زين، وتبدي السمبتومز على الإنسان. الدايجنوستيك ستيج مالته راح تكون أيضا السمير، أني أسوي الستول زين، راح تجيني البيشن آخذ أني من الستول من الفيسز وأسوي السمير بريبريشن. المفروض أنا هنا أنا راح أشخص قلت لكم نقدر نشوف التروفوزويد ونشوف السيست أو نشوف أي واحد من عندهم زين. شلون راح نشوفه؟ طبعا راح نشوف شكله كلش كبير، ايضا هاي هنا الرسومات مطلوبه من عندكم زين. باعوا النيوكلاي مالته هنا التروفوزويد هذا، شوفوا هذا الشكل زين، باعوا هذا الشكل، باعوا النيوكلاي كلش صفه مميزه بالنسبه لهذا الستيج زين، شكله كلش يكون كبير وشكله بيضاوي زين، وحاوي على النيوكلاي اللي تكون الماكرو نيوكلاس تكون كدني ان شيب. السيست مالته شلون يكون؟ راح يكون شكله بيضاوي، راح يحيط نوحه بجدار سميك زين، والنواه ايضا تكون شكلها نيوكلاي. المطلوب من عندكم همين بالسيليات، هو فقط اعطيناكم هذا الجيناس، المطلوب من عندكم انه ترسمون ايضا التروفوزويد، اي شكل من هاي الاشكال فوق الثلاثه التروفوزويد اي واحد من عندهم ترسموه، وترسموا لي السيست زين. المفروض باعوا احنا هذا مختبرنا يعني نوعا ما الفلاجيليت سهله، او انتم احتمال هسه راح تبدون تقروه فتعرفون يعني تبدي يعني تبين اسهل. هسه قلنا وين نركز؟ نركز على راح تصير الرسومات اللي عندكم اللي يريد يرسم وما يعوفها للاسبوع اللي بعده، راح نرسم التروفوزويد مالت الانتاميبا مالت الجياردية لامبلا اي واحد من هذن الرسومات زين، راح ترسمون لي السيست مالت الانتامي مال الجياردية لامبلا زين، ما ترسمون لي هذا التيبيكال ما اريد، اريد شكل يعني مال سمير بريبريشن زين. راح ناخذ الجينس الداخل اللي هو ضمن الفلاجيليت اللي هو الترايكوموناس فاجيناليس، الترايكوموناس فاجيناليس ايضا ترسمولي بس واحد من عندهم اللي هو تروفوزويد، قلنا هي اصلا حاوية على ستيج واحد، ترسمون فقط التروفوزويد. بالاضافة الى السيليات راح نعوف الترايكوموناس اللي الفلاجيليت اللي تكون بالبلد وبالتشو، ناخذها على الاسبوع اللي بعده زين. راح ناخذ السيليات تاخذون اخذنا بيها جينس واحد اللي هو البلانتيديوم زين، البلانتيديوم ايضا حاوي على التروفوزويد والسيست، ترسموا لي ايضا بشكل واحد من كل يعني من هاي الاشكال، ارسموا لي بس شكل واحد مو كليتها تمام زين. اختبرنا خلص مال هذا الاسبوع، ما عدنا بيه يعني تفاصيل هواية، اذا عندكم سؤال تقدرون تسألون. المحاضرة هسه ان شاء الله انزل لكم اياها اليوم على الكلاس زين، هسه اذا هاي من اسدة اشير لكم اياها. اكو بلا زحمة دكتورة. نعم دكتورة، بس الاولى اللي هي الجارديا لامبيا تقدرين بس اي يعني هيك بشكل سريع تذكرين النقاط الاساسيه مالتها يعني ما لحقت ما يخالف. الجياردي لامبلا زين، ايضا قلنا احنا من الطفيليات اللي يصيب لنا الدايجستيف تراك زين، ام ايضا حاوي على التروفوسيست التروفوزويد والسيست همين تو ستيج. هنا من الصفات المميزه للجياردي لامبلا
انه تكون الحركه مالتها اندر المايكروسكوبيك اكزامينيشن تكون فليكنج لايف، يعني قلت لهم نشوفها شلون الورقه ماكو من تسقط بالخريف وتطير. زين، الصفه المميزه الثانيه اللي انها حاويه على تو نيوكلاي تكون على الجانبين. زين، قلت لهم الاحجام والهاي ما مطلوبه من عندكم. زين، يعني هاي الاقياسات ما مطلوبه من عندكم. وعندنا السكنج ديسك مالتها، هذا السكنج ديسك شو يسوي؟ طبعا يساعد التروفوزويد على الاتاتشمنت وين؟ بالانتستينال ميوكاس. شلون اشبه لكم اياها؟ شايفين هاي الضاغطه اللي يحطوها على الجامه؟ اكو هاي الضاغطه البلاستيك اللي يحطوها على الجامه. هذا السكنج ديسك نفس هاي تقريبا، يعني يسوي فد يساعدها على انه تلتصق بهذا الشكل بالانتستينال، بالجدار مال الانتستينال. زين، بالميوكوسا. زين، تفاصيل البقيه ما اريدها، بس انه تحفظوا لي الفلاجيليت، انه ايش قد عدد الفلاجيليت مالتها هنا. زين، وخلاص.